هاي انا ميشيل خيرلا بارتندر بالبابيون. بدنا نعمل اليوم كوكتيل اسمه سي سايد اولد هاوس، وهذا سبيشالتي للمحل. في بقلبه فريش راسبيري، فريش سيج، فودكا سيترس، ليمون جوس، وداش من انجستورا. نبلش اول شيء نحط 3 حبوب راسبيري، شي 9 ليفز ثم 7 سيج. نعمل لهم مدل بطريقه ما يفتفت كثير السيج. نحط فيهم شوية هاني سيرب، نعبي البوستن تلج، سيترس فودكا وشوية ليمون جوس. وداش انجستورا. نعمل لهم شيك وطب على بنفس التلج على الكاس. نذوقهم اذا مناح. الجارنش تبعهم حبة راسبيري. سي سايد اولد هاوس بابيون لاونج. حلو 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 حلو.